صباح الورد، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله يا ربي نهاركم من اسعد الايام. اليوم روتين خفيف معايا، بس نحضر رقيتي ونقعد شويه في التراس، نحط شويه سكر. حاسه روحي فديت ومليت من الدار، باش نمشي نخرج. مش نخرج، يعني خرجة مش نمشيو نتفقدوا بالصوع. وليدكم مني وقتي زير على وقتي. مشينا تفقدنا الوحدة جلبينة والفول، راجي قال سافا، معناها تحسها كبرت في وي نحلو منها. بالرغم اني امس خرجت مشيت لدارنا وكل، بالحق والله قعدت الدار ياسر تفدت، مش كيما كنت. نمشي نقعد في التراس نشرب قهيوتي مادام ما راجلي قام. محلاهاش ميسا، شوف بسم الله. مش هذا طبق بليد والتليفون بليد. جيبوا قهويكم، جيبوا قهوه حلوه. ملي فات قلت لكم جيبوا قهويكم، قولوا لي درجه معناها سخنت فينا قهوه. جيبوا لي وحده وجيبوا قهوه. محلاها اللي قاعده في التراس عندي قديش عليها هواء وما هواء. الحقيقه اليوم قلت سي النهار شمس وسخون ومحلاه دافي، قلت خلي نخرج لبرا وباش نولي نخرج نقعد نفطر لبرا. الحقيقة كم قلت لكم مش كيد لكم، المرأة الخرنينة زايد فديت ومليت بدا والله العظيم بالحق. الحاصل وكملت شربت قيوتي وركحت شوية تراس نحضرها ديك باش كي نقعدوا فيها في الفطور ولا الغدوة الصباح يبدا التراس منظم ونظيف. خاطر ساعة كي نطبخ عليه يدخل بعضه، ما نحكي لكم باش حاصله على حالته. اما كي نبدا هيك منظمة فيه، يعني نقعد فيه ونعرف روحي باش نفطر فيه ولا حاجة، ديما ايديا فيه ويولي يقولش عليه حاجة من الدار. خاصة في الربيع يولي التراس بالنسبة لي في الربيع وفي الصيف. في الصيف نفس نسهر وغادي، وساعات حتى نرقد وغادي. حصل يولي التراس قلش عليها قطعة من الدار، نصيقه أكثر في الدار وديما ليه بيه ونمسحه وديما يبدأ منضيف باش نقعدوا فيه. كملته ودخلت للكوزينة بطبيعة الله وروبة منها. حتى كي تبدا ما طيب باش ما تعمل في حدها شيء، ما لازم باش تقوم تلقى فيها ما يتعمل. كبيت عندي معون رجعت له بلاصتو، غسلت المعون. وهني البارح قلت لكم ناس كان فهمتوني، ولي البارح مشيت لدارنا حصل ما حضرت لي صوص نتاع مقارونه، على خاطر ولدي كان يلقى عيشته مقارونه ما يقولش لا. اني ناكل مع حماتي، اما هو ساعات كي ما يعجبوش الفطور يبدا يبكي وقلت هو طيب لي المقارونه وليت حضرت له. وزيد البارح يعني ما عجبوه زاد الفطور، حضرت له المقارونه طيبت له منها في العشيه وقالت لي هز الصوص كي كل مره طيب له منها. ما اليوم قعد متفكر على المقارونه نتاع البارح ال11 نتاع الصباح، قال لي تو تعمل لي مقارونه، تخيلوا يعني مديت نطيب له فيها ال11. ومن بعد جيت تغسل في المعون، شوفوا قديش من الكيس بربي يشوف راهو كي زاد. خليني نزيك دوكا بالحق، لازم المرأة توقف اني خاطر ندخلها الكوجينة مرة بركة في النهار، معناها الصباح كهو رجلها هي وبعد تقعد كيك كولدي وراجلي وحصيل وتغنى الكل بالكيس بالكيس، مرة حليب مرة قهوة مرة مي مرة، واحنا كيك. شوف قداش من كيس يتجمل كل صباح كيك راهو نصبح عليهم. ولي نغسل في المعون. بنحب نقول حاجة باش نقدم تحية كبيرة 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 لسوار وعائلتها. بعثت لي تعليق قالت لي عملنا اختار انا وعيلتي، سيرين تحب المتتبعين متاحة. واللي نقول لك يا سيوار انا نحبكم على الاخر، وش خليني منحاول اني منغيبش عليكم، حتى واني حبلة وحتى واني نافسة
بنحاول اني ما نغيبش عليكم حتى بروتينات خفيف على الاخر. اما بصراحة تعليقك فرحني على الاخر، قلت ما شاء الله عيلة كاملة يعني تتفرج على سيرين، وعيلة كاملة تتفرج في يومية ام تونسية، وحاطين اختار وكل شيء. اماني نحب نقول لكم نحبكم على الاخر الناس الكل، وتحية خاصة ليك ولعائلتك، وهاوكا امشي للرحلة انوي اللي معاك خاطر حط واختار. قلت لها شنو الاختار؟ اذا عجبني الاختار نقدم لك تحية. ونحس هالاختار معناها لازم تحية في أقرب فيديو. قالت لي الاختار راهو باش نمشي للرحلة. قلت لها سي الفيديو جاي تلقى التحية متاعك، وامشي للرحلة على روحك ونويلي معاك لخاطرني يعني صعيب برشا باش نمشي للرحلات. الحاسين نحبكم الكل والله، الناس الكل الناس الكل سامحوني، كانك برشا ناس قاعدة تقولي ابعث لي تحية كل شيء راني ننسى، وسختوا لك الصغيرات بربي بوسة كبيرة ليها ولك قاعدين يتبعوا فيها. وبالحق قديش نفرح كي تقولوا لي برشا برشا صغار يتبعوا فيها، خاصة اللي يبدأ يا ربي راني نسيت لاسامي، سامحوني بربي راني نسيت لاسامي. قالت لي انتلي شارجي الفيديو في الخدمة باش نروح نوريه لبنتي قديش عزز بي الكومنتير، وبرشا كومنتيرات اللي تقول لي تبي تستنى في الفيديو، وبعد بنادي في امها تقول لها يما تطا هبطت فيديو، واللي تقولها يما خالتي هبطت فيديو. والله العظيم ما تتصوروش فرحتي بالحق كي نسمع هيك الحاسيلو. نحبكم الكل وبوسة كبيرة ليكم بالكل، الصغيرات اللي في القناة اللي يتبعوا فيها ويحبوني نبوسكم بوسة كبيرة، ونحبكم على الاخر على الاخر على الاخر. شوية سوا في اخر الدنيا فما عبيد وزو تقرأ وجي من غادي وتمشي تقرأ، والله بالحق مسكنين وكهو فما عبيد تشوفوا البنات الصغار ماشيين يقراو ومش عارفين يون معناها في اخر الدنيا ما فماش لا كولاجيت لا فما لا مدارس لا فما حد شيء هنا ما نعرفش وين يقراو. ربي معاهم. انا هبط لي نمشي نشوف الجلبانه طلعت ولا ما طلعتش. فيه نوار وفيه نوار فيه جروب فيه الفرش حتى نوار الجروب يوشي كل وقت نحي سالمة هذا فركسوا تحت أو فوق أو لوط أو عجنب وكان نحي الزورات لو في الصغير نخليها اللي تبدا مطبقة تبقى هلا تكبر تزيد تكبر هاي زي هذا مالك في الملكة بيته وحن نشوفها بس نظام تاع الشيء ها نظام تاع الشيء ها شري بي مزات مشتول درا هو قول شي سي صبر صبر مطر برك ناقصها الوقت الاولى بعد نحي وحده الثانيه هنا خاطر الزراعه بدري
هاني منور هذيك تشوفها. تلم في الكراث هم. هم خرشة خرشة. يا فما خرشة في شكري. الكراث زادة تلم فيه. عمتي بصلي على النبي بصلي على النبي. يا نحي عمك مستحي خرشة فيها. يا قل والله. والله. هاي الحصيلة روح نطيبوا بها مرقة ما شاء الله لين حين نسمى. تبارك الله يعطيني الصحة.